عزامي السلام عليكم، جيسبر كو فوز على بيان. حبيت نجاوب على السؤال اللي تعاود بزاف. كاين ناس بزاف يقول لك شنو هي احسن رياضه اللي نديرها باش نفقد الوزن. كاين اللي يديروا الكارديو، كاين اللي يديروا حمل الاثقال، كل واحد ويقول لك ويكومباري ويديروا مقارنه. هذا خطا شائع. ما نقدروش نتكلموا ونحدوا الرياضه في يعني تدريب معين ولا في اختصاص معين، لانه التدريب الرياضي عباره عن منهجيه، يعني سيتون تيوري ميثودولوجي منهجيه. وهذه المنهجيه تاع التدريب الرياضي تخلي دير حصص اللي فيهم الكارديو، دير حصص اللي فيهم لو رونفورسمون ميسكولير، دير حصص وين تقوي الاربطه لي غامو لي زانسيرسيون تاعنا، دير حصص وين تخدم لي زامبليتو تاع لي زارتيكولاسيون ديالك. كاين حصص ديرهم باش تخدم لو ايت، تخدم لونديرونس. الجسم ديالنا متكون من عده قدرات، الجسم ديالنا عنده لي كاليتي فيزيك بزاف. دونك لازم لنا برنامج تدريبي شامل يتبع منهجيه معينه في التدريب اللي تخلي شيخ زامي. السلام عليكم. بزاف فيكم يحبوا يشيع سهلا فاسيل مات الجوع الجوع لازم تحس بالجوع دو طون زاور وتدرب الجوع والتدريب يلا بون ويكاند الجوع والتدريب.